مشاهدينا الكرام، وكما ينضم معنا الخبير الاقتصادي أحمد صدام، أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني اعتماد سعر برميل النفط في الموازنة بسعر 70 دولار، هل هذا الإجراء صحيح خصوصا وأنها يعني موازنة لثلاث سنوات مالية؟ تفضل. مساء الخير حضرتك والمشاهدين الكرام. مساء الخير. نعم، يعني كموازنة مالية لثلاث سنوات ممكن فيها إيجابيات وسلبيات. السلبية الأولى معروفة جدا، وهي أنه صعوبة تقدير الإيرادات على مدى ثلاث سنوات بحكم الارتباط الكبير بإيرادات الصادرات النفطية. وكما هو معلوم هذه الإيرادات غير مستقرة بحكم تقلبات الأسعار دوليا، وهذا أمر طبيعي. ولكن من باب آخر ممكن القول أنه قرار هذه الموازنة على مدى عام هذا أكيد لا بأس، ولكن تبقى الموازنتين لعامي 2024 و2025 كمسودة أو موازنات ممكن أن نقول قابلة للتعديل حسب التغيرات في ظروف سوق النفط الدولية والإيرادات المتأتية للعراق وتغيرات الأسعار. هذه مسألة مهمة ممكن أن نقول أنها تختصر الوقت، يعني تعودنا في كل الموازنات هناك تأخير، يعني حتى الموازنة الحالية يعني الآن تقريبا نصف عمر الموازنة أو أقل بذلك بقليل انتهى، وهذا كله يؤثر على مستوى تنفيذ المشاريع في المستقبل، وأقصد بعد إقرار الموازنة وإطلاق الأموال وتنفيذ المشاريع. يبقى الأمر مرهون مستوى كفاءة إدارة التخصيصات. يعني أستاذ أحمد، يعني النفط العالمي غير مستقر، يعني وفي تقلبات يعني مستمرة فضلا عن مؤثرات يعني دولية لا يستطيع العراق مواجهتها كالتحرك الفدرالي الأمريكي لتغيير يعني أسعار الفائدة. برأيك كيف اعتمدت الحكومة سعر البرميل يعني في الموازنة؟ نعم، يعني هنا الاعتماد أنه العراق حقق فوائد مالية من إيرادات الصادرات النفطية للعام الماضي. نعم. ولكن التخوف ممكن أن يكون قليل جدا، يعني تقديرات البنك الدولي تقدر أنه انخفاض الأسعار ممكن أن يكون بحدود قليلة جدا، وهناك توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 65 دولار للبرميل الواحد خلال هذا العام إذا ما حصل انخفاض، وبالتالي فرق 5 دولار ممكن أن يعوض من الفوائض الموجودة من إيرادات النفط للعام الماضي. الموازنة أساسا كما هو معلوم تعاني من عجز، يعني حدد بحدود يعني 32 أو 35% موازنة العام الحالي. هذا عجز مخطط لا يمكن التخوف منه بشكل كبير ضمن العام الحالي 2023. وأيضا لا ننسى أنه العام الماضي مرت الأيام بدون موازنة، وبالتالي أكيد يعني الحاجة دفعت بشكل كبير إلى قرار، واعتقد هذا السبب هو الذي دفع الى ان تكون موازنه العام الحالي موازنه انفجاريه، يعني هي في الحقيقه لا يمكن ان نسميها انفجاريه بقدر ما ممكن ان نقول عنها انها موازنه تحتاج الى الكثير من النفقات. طيب استاذ احمد، يعني في هذه الموازنه ان النفقات الاستثماريه نسبيا افضل من الموازنه، يعني استاذ احمد نرجع، وهذا امر جيد ولكن مقابل التخوف قائم. نعم، يعني نرجع ونقول كيف يتم تحديد سعر مرتفع لبرميل النفط في الموازنة، والحكومة يعني بالوقت نفسه تستورد مشتقات نفطية بمليارات الدولارات، خصوصا أن هناك يعني حقول نفطية لم يعاد العمل بها كحقول الموصل، يعني كيف تعلقون على هذا الأمر؟ الحكومة وجدت نفسها ملزمة بهذا الانفاق الكبير، يعني ملزمة. نعم. نعم، يعني وعدت الجمهور وحكومة السيد السوداني لديها برنامج يعني تنموي، وبالتالي أصبحت ملزمة في أن تدفع بإقرار الكثير من المشاريع وعدد كبير من المشاريع نسبيا، وزيادة في النفقات الاستثمارية بحدود 40% في موازنة العام الحالي على الرغم من العجز الكبير، يعني تجاوز قانون الإدارة المالية الآن مستوى العجز كما ذكرت حضرتك وصل إلى 35%، وهذا عجز مخطط، و أكيد الحاجة إلى الكثير من المشاريع الحكومية، ولهذا ترى يعني وهذا الأمر هو الذي دفع الحكومة للالتزام بهذا الأمر. معظم المشاريع الموجودة في موازنة العام الحالي هي مشاريع في الصرف الصحي، في الإسالة، مشاريع تهم المجتمع، مشاريع الخدمات البلدية،
ايضا لا ننسى صناديق صندوق تنميه العراق، صندوق دعم المحافظات الاشد فقرا والمحافظات المتضرره. هناك تخصيصات ماليه وزياده في مصرف لمصرفي المصرف العقاري او مصرف الاسكان والمصرف الصناعي. هذه برامج تنمويه ممكن نقول عنها مهمه جدا في ظل هذه الظروف، على الرغم من ارتفاع مستوى العجز المخطط في هذه الموازنه. وبالتالي اعتقد كما ذكرت صفه الالزام او الوعد الذي قدمته حكومه السيد السوداني وحكومته الى الجمهور هي التي دفعت الى رفع مستوى او ارتفاع مستوى الموازنه بهذا الحد. ولا ننسى ايضا مستوى يعني اقرار الدرجات الوظيفيه وزياده نفقات الرواتب والاجور بحدود 20 تريليون دينار عراقي لتصل الى. طيب استاذ احمد، يعني هل تعتقد ان الخلاف سيعاد مره اخرى بين بغداد واربيل بشان شركه سومو؟ اعتقد هذا الامر موجود، يعني على الرغم من اليوم الحكومه اعلنت انه حصه الاقليم تم تحديدها بحدود 12.6 يعني من الدخل القومي او من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن يبقى الخلاف، يبقى خلاف ملف إدارة النفط أعتقد قائم، يبقى الخلاف على مستوى حكم الحدود الطعن المقدم من المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز في الإقليم، وهذه المسائل يعني ما زالت أعتقد قائمة وهي اللي جوهر الخلاف بين حكومة الإقليم والمركز. نعم، الخبير الاقتصادي أحمد صدام كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.